اعتقد برضو انه الراجل لو تكلمي عادي انت كده مش حاسه باي الم. لا انا سعيده على فكره، مش مفيش الم يعني، حاسه في خفيه في لازم نعترف ان الحلقه كده فيها روح. يعني ايه بجد، انا ما كنتش متوقعه المقابله الزباله دي، سوري قصدي المقابله الوحشه دي. انت شفتي حاجه يا روحي؟